مساء الخير مشاهدي ومتابعي القاهرة 24، معكم محمد قاسم والزميل أحمد عبد الباري من موقع القاهرة 24. بنرصد لحضراتكم من منطقة أرض اللواء في استغاثة يقدمها أحد عملاء شركة نقل جماعي، قامت بالاستيلاء على أموالهم ورفضت تسليمهم أتوبيسات النقل الجماعي بالرغم من تسديدهم المبالغ دون أي مقابل. معنا ومعاكم أحد العملاء ضحايا الشركة، هيحكوا لنا المزيد من التفاصيل عن الموضوع. عرفنا بنفسك واحكي لنا الموضوع. حسين عبد المعطي حسين على سؤال. حسين عبد المعطي حسين، كنت شاري أوتوبيس من شركة نقل النقل الجماعي، مديرة التعاقدات المهندسة أمالة والسعود ورئيس مجلس الإدارة أستاذ هشام ممدوح. الشركة ديت أنا اشتريت منها الأوتوبيس في 2013 وقمت بسداد كامل اقساط العربيه في 2017. كان المفروض ان هي تنقل ملكيه ليا، تنقل ملكيه بناء على مخالصه من السيد رئيس مجلس الاداره. تمام. الشركه دي قفلت، مقرها قفل. تمام. مش لاقين يعني ايه، بناء على ان محافظه الجيزه وقفت الترخيص بتاعها، جينا ان احنا بنطالب الشركه بنقل الملكيه. الشركه طبعا بيتهربوا مننا، جات عشان نرخص العربيه، الرخص بتاعت العربيه انتهت. المبلغ كامل اللي دفعته لترخيص 290,000 جنيه، 290,000 جنيه ثمن العربيه بناء على العقد اللي فيه اللي معايا. 290,000 جنيه الوعود اللي اتفقت معاك الشركه على تنفيذها، ان هي تنقل لي ملكيه بمسافه ان انا اول ما ادفع واخلص الاقساط اللي عليا كامل المبلغ تنقل لي ملكيه. تمام. دفعت التأمينات والمخالفات طبعا؟ دفعت التأمينات والمخالفات اللي على العربية لغاية 2022. قمت بالسداد، كان علي مبلغ للشركة، قابلت المهندسة أمالة والسعود ودفعت لها 20,000 جنيه بناء على وصل منها، وقمت وقالت لي المفروض إن أنا أدفع التأمينات والمخالفات اللي على العربية عشان العربية كانت قبض عليها وراحت 800 فدان. فعشان تخرج لي العربية سد اللي عليك وسد التأمينات. سديت التأمينات وسديت المخالفات اللي عليا بناء على فيزا ابن معايا. تمام. تمام. وده كله موثق في الـ في الـ في البنك الاهلي بالفيزا بتاعتي، ان انا دافع التأمينات في المرور والتأمينات والمرور. دفعت يعني كل حاجه ومعاك المستندات، المستندات اللي تثبت ان انا دفعت كل حاجه عليا. جيت المفروض ان هي تروح تطلع لي العربيه من 800 فدان اللي هو رئيس مجلس الاداره. من الحبس بتاع المرور. بصيت لقيتهم قالوا لي، بعتوا لي على الفيس ان احنا بعنا العربيه بتاعتك ب 145,000 جنيه. انا ولا طلت فلوس ولا طلت عربيه، وده معايا المستندات اللي هي بتقول ان انا ليا في عقد اهوت من الشركه. زي ما حضراتكم شايفين العقد متمثل امامكم، بعقد بتمليك السياره ومده تشغيلها ايضا، مخالصه، وفي مخالصه من رئيس مجلس الاداره اللي هو هشام ممدوح على العقد بتاعي. تمام. وفي ان هو بيقول لي لازم ان هو ينقل لي ملكيه. يعني الاتوبيسات خلصت الثمن ملك. خلصت الثمن ملك. هل كان في مخالصه بين مجلس الاداره وبين معايا مخالصه من رئيس مجلس الاداره اللي هو المهندس هشام ممدوح. وعلى فكره المهندس هشام كل ما حد بيكلمه بيقول له الناس ديت ليها حقوق عندك وليها فلوس، يقول لهم لا انا عامل لهم عقد تشغيل سياره. عقد تشغيل؟ لا، هو مش عامل لنا عقد تشغيل، احنا لينا اتوبيسات ولينا عقودات. لينا عقودات والمفروض ان هو ينقل لنا ملكيه بناء على العقد دوت. يعني بعد عقد التشغيل بيمكن ان مش عقد تشغيل، عقد بيع. هو بيقول لنا انا عامل عقد تشغيل، لكن هو عامل لنا عقد بيع. يعني انت واخد بناء على الاوراق اللي معاك عقد تمليك السياره. عقد تمليك السياره والمفروض ان هو ينقل لي ملكيه. يعني عدد الضحايا اللي توجهوا للموضوع اصلا كان كم واحد، كم فرد مثلا؟ ده في حوالي 10 افراد كلام سليم، في منهم حضر، في ثلاث تنفار حضروا معايا كلام سليم، وفي كمان حوالي 7 تنفار، وفي واحد دلوقتي بيتحقق فيه في اسم امبابه. اقل مبلغ الدفع للشركه كان قد ايه؟ اقل مبلغ في واحد معايا اسمه احمد عبد الغفار. تمام. دفع حوالي 100,000 جنيه. وكتبوه عقد، كتبوه وصل امانه ان هو يدفع، ان هم هيدفعوا له التامينات والمخالفات بتاعت العربيه. هو الراجل ده ولا طال المخالفات ولا طال العربيه ولا طال العقد بتاعه. اتفضل يا عم احمد، تعالى احكي لنا التفاصيل. استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي احمد محمد عبد الغفار. علي صوتك. اسمي احمد محمد عبد الغفار. انا دفعت للشركه دي 100,000 جنيه كاش، ووسط خدوا 130,000 جنيه بايصال امانه. هي العربيه كلها وقف عليها ب 230,000 جنيه. 230,000 جنيه. دفعت 100 كاش و130 بايصال امانه. وخدوا عليا ايصال امانه تاني ب 40,000 جنيه
اللي هم ايه هيدفعوا لي الضرائب والتامينات والمخالفات، وانا ايه هسديهم ايه كاقساط. يعني انت دافع الثمن خالص، ثمن المخالفات وكل حاجه؟ كل حاجه تمام. والعربيه اتحبست في اسمها وسيم، ومعايا رقم المحضر بيها. تمام. وخرجتها عشان هي لسه ما نقلتنيش الملكيه، الملكيه بتاعتها، بس انا معايا العقد. ايه معايا؟ معاك عقد الملكيه؟ معايا عقد منها، بس هي لسه ما نقلتنيش ملكيه. فاخدت العربيه طلعتها بناء على ايه، العربيه لسه بيب اسمها، طلعتها وخدت العربيه باعتها، وانا معايا رقم المحضر. يعني هي باعت العربيه بعد ما انت دفعت ثمنها اللي هو 230,000 جنيه. تمام يا باشا. تمام. اخيرا تحب تطلب ايه او تقدم استغاثتك تطلب فيها ايه؟ انا بقدم استغاثه للسيد وزير الداخليه، حد يقف معانا يجيب لنا حقنا من الشركه دي، وحد يراعينا بس عشان احنا تعبنا والله من كتر المحاضر، ومعايا ارقام محاضر كتير حلوه انا كنت عاملها. ما فيش حاجه جابت نتيجه، فتعبت والله يعني، فنفسي حد يقف معانا. انت دفعت 230,000 جنيه؟ دفعت 230,000 جنيه. ولا طلت عربيه ولا طلت عربيه ولا طلت فلوس؟ وليه اصالين امانه؟ ايصال ب 40,000 جنيه للمخالفات والضرائب والتامينات، وايصال ب 130,000 جنيه. انت بعد الفلوس اللي دفعتها دي حاليا شغال ايه؟ انا مش لاقي شغل، قاعد ما فيش شغل، وقرفان عشان الدنيا خربت معايا وعليا فلوس، وما يعلم بيها غير ربنا يعني. يعني مشاهدينا بنستكمل حديثنا مع احد ضحايا شركه نقل جماعي قامت بالاستيلاء على اموال عملائها. معانا احد العملاء، عرفنا بنفسك واحكي لنا تفاصيل الموضوع بتاعك. انا حضرتك عاطف عبد المولى. الشركه دي خدت الاتوبيس مننا قوه واقتدار، والاتوبيس ده عليه مخالفات، اتهموني بالسرقه. اتهموك بالسرقه؟ اتهموني بسرقه الاتوبيس، لولا العقد اللي كان مكتوب بيني وبينهم بحين نقل الملكيه كنت طلعت من الحبس لغايه دلوقتي. كان المفروض تتنقل الملكيه امتى يا عم؟ كان المفروض تتنقل الملكيه لما عقد الشركه انتهى. والعقد انتهى؟ انتهى عقد الشركه مع المحافظه فعلا. بسبب مشاكل بينها وبين المحافظه الله اعلم ايه هي. تمام. واتهموني بالسرقه وحبست، وطلعني وكيل النيابه بالعقد اللي كان موجود طلعني، قال ده حق مدني بينك وبين الشركه. فاحنا بنستغيث سيادتك السيد معالي وزير الداخليه يشوف لنا حل. احنا قاعدين دلوقتي في بيوتنا مفتوحه وعندنا عيال. انت دفعت مبلغ قد ايه يا عم؟ انا دفعت مبلغ ما يقرب من 280,000 جنيه. 280,000 جنيه؟ تمام. ولا طلت عربيه ولا طلت عربيه ولا طلت العربيه عليها مخالفات، انا خايف اروح ادفعها. لان العربيه محبوسه اصلا. خدوها حبسوها في اسم امبابه بسبب ان هم اتهموني بالسرقه. بس يعني هل موجود مقر الشركه لحد دلوقتي؟ مقر الشركه بس سيادتك مقفول. مقفول؟ مقفول، لان الناس دي مش موجوده اصلا. والناس اللي دفعت لها فلوس موجوده ولا؟ يا باشا مش موجودين اساسا. يعني الناس اختفت؟ مش موجودين وبيتهربوا. مفيش حد نكلمه سيادتك. بنستكمل حديثنا مع ضحايا عملاء شركه النقل الجماعي اللي قامت بالاستيلاء على اموالهم. اتفضل يا عم احمد. حسين. اتفضل يا حسين. يا فندم احنا بنستغيث السيد وزير الداخليه، احنا مش عارفين نعمل ايه، بيوتنا اتقفلت، احنا مش عارفين نعمل ايه. احنا دفعنا فلوس ولا طايلين اتوبيس ولا طايلين عربيه. الوعود اللي اتفقت معاها على الشركه كانت ايه؟ ان احنا هندفع. هي كانت دايما بتوهمنا انا لسه اروح ارخص. انا في امل في المحافظه، انا في ناس هتجدد لي العقد، وده كلها كانت اوهام عشان ندفع الفلوس اللي علينا. وبالفعل احنا دفعنا الاتوبيس اللي علينا. تمام. يعني انا اشتغلت عشان افتح بيتي، انا اشتغلت بالعربيه والرخصه بتاعتها منتهيه، والوصل بتاعها منتهي، اتقبض عليها وراحت 800 فدان. طب تعالى ادفع التامينات وادفع اللي عليك. رحت دفعت التامينات ودفعت المخالفات وكل ما هو عليا انا دفعته. يعني دفعت مخالصه لكل حاجه؟ مخالصه لكل حاجه، وعندي شهود ان انا دفعت الحاجات دي كلها. ومعاك المستندات؟ ومعايا المستندات بتاعتي اللي هي تثبت. معايا المستندات اللي تثبت الكلام ده. مقر الشركه حاليا مش موجود في التيار فكري. في التيار فكري في امبابه. والمقر ده اتقفل لان انا سمعت ان في مشاكل ما بين صاحبه الشركه وما بين ناس كتير هناك، فهي هربت وقفلت الشركه ومشت من المقر ده. يعني مش قادرين توصلوا لفلسكم او عربيه او الاتوبيس او الاتوبيس اللي دفعته ثمنه؟ اخيرا استغاثتكم، تحبوا تطلبوا بايه او يا فندم؟ احنا عايزين فلوسنا، احنا عايزين فلوسنا، احنا ولا لاقيين فلوس ولا لاقيين اتوبيس.
حاليا شغالين ايه؟ يعني كواحد زيك يا عم حسين دلوقتي شغال ايه بعد ما فلوسك ضاعت؟ يوم بشتغل سواق ويوم بشتغل محصل اهو، يعني مش هنقعد في البيت، عندنا عيال. يعني شركه نقل اصغر ما فيهم محمد اهو، يعني شركه النقل الجماعي قامت بالاستيلاء على اموال عملائها وتسديد مبالغ طبعا وعدم رفض تسليم الاتوبيسات على الرغم من المخلصات لكل الاوراق والمستندات، دفع مبالغ ماليه، والان العملاء بتستغيث من الشركه. يعني موقف صعب جدا، ربنا يصبركم على هو فيه. تابعينا ومشاهدينا، كنا معكم في موقع القاهرة 24، كان معكم محمد عبد القاسم والزميل أحمد عبد الباري، ودمتم في أمان الله.